السلام عليكم جميعا. في دروس لشرح صناديق ومجموعات أدوات الأورتل بوكس بالإضافة لشرح جميع أدوات من خلال موقع GIS4W. الشرح بسيط وسهل جدا راح يكون. وفي هذا الفيديو راح يتم شرح صندوق أدوات التتبع للتراكينج أناليست تولز. موجود عندنا 4 أدوات. طبعا يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في برامج الأر جي أس مستوى فوق الأساسي لتسهيل الفهم، وتابع هذا الفيديو لمعرفة وصف وفهم جميع أدوات التراكينج تتبع داخل برنامج أو واجهات الأرك تول بوكس. في البداية في عندنا جدول إكسل فيه اسم ومسار الأداة. عندنا في اللون الأحمر اسم الأداة، واللون الأسود مسارها اللي هو خاص بصندوق تحليل التتبع، كذلك وصف الأداة. وأي شخص يرغب بالحصول على هذا الجدول بتعليق أسفل هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط من خلاله راح يتم تنزيل هذا الجدول. ننتقل إلى الشرح من خلال فتح أي متصفح ونكتب اسم الموقع gis4w.com. طبعا قبل الشرح، هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية، لأنه موجود في هذا الموقع برامج قسم خاص في الدورات المجانية، وأيضا قسم في البرامج الجي اس لتنزيلهم مثل الار جي اس والاوتوكاد والسيفل 3D والجلوبال مابر والكيو جي اس بطريقة سهلة جدا. كذلك في عنا قسم خاص بالاركتل بوكس فيه شرح جميع صناديق الاركتل بوكس بالإضافة لمجموعات الأدوات وجميع الأدوات اللي بداخل هاي الصناديق ومجموعات الأدوات. كذلك في عنا قسم خاص في المقالات في نظم المعلومات الجغرافية الجي اس، وكذلك قسم في المعلومات الجغرافية، وأيضا موجود أكثر من لغة لهذا الموقع. في عنا لغة مثلا إنجليزي وإسباني وفرنسي، لكن راح يتم شرح هذا الفيديو من خلال اللغة العربية لتسهيل الفهم. إذا لفهم صندوق أدوات التتبع بروح أنا على الأرك ماب، رايت كليك على هذا الصندوق بروبرتيز، وبكون بنسخ اسم الصندوق. برجع على الموقع وبروح على أيقونة البحث وبكون بلصق الاسم، بضغط على انتر بيظهر عنا أكثر من مقال، بختار المقال المناسب. طبعا هاي موجود عندنا شرح هذا المقال باللغة الإنجليزية. بضغط على عرض المزيد. في عندنا صندوق أدوات محلل التتبع اللي هو المطلوب، بضغط عليه. موجود عندنا التنقل السريع، بقدر أختار أي أداة أنا بدي إياها. وأيضا موجود عندنا وصف لهذا الصندوق أدوات التتبع، شو المقصود فيها. أنا بقوم بالقراءة. إذا بيحتوي هذا الصندوق على أدوات تستخدم لتحليل البيانات الزمنية وإعداد البيانات الزمنية، وكذلك تتبع التحرير وإضافة البيانات. يعني أنا إذا قمت بالتعديل على أي معلم بقدر أعرف وقت وتاريخ التعديل، أو إذا أنا قمت بإضافة بيانات معينة على أي حقل معين أيضا بتم معرفة تاريخ ويوم تحرير والإضافة. أنا هيك فهمت شو المقصود بهذا صندوق الأدوات. كذلك في عنا وصف لجميع الأدوات. في عنا 4 أدوات. طبعا بكون بالقراءة على أي أداة أنا بدي إياها، وهيك أنا فهمت الوصف المبدئي لأي أداة داخل هذا صندوق الأدوات. وأي استفسار من خلال قسم التعليقات بقوم بكتابة أي تعليق ثم نشر وراح يتم الرد. وأيضا قبل البدء بفهم الكلمات المترجمة من الإنجليزي إلى العربي، الأفضل أن أقوم بقراءة معاني المصطلحات الإنجليزية اللي تم ترجمتها للغة العربية من خلال مقال موجود فيه ملاحظات لجميع هذه الكلمات. فالأفضل قبل ما أفهم أنا أي صندوق أدوات أو أي أداة بروح بكتب على أيقونة البحث مقدمة المرحلة الثانية، بضغط انتر بيجي عندنا هذا المقال الخاص في المرحلة الثانية اللي هي مستوى متوسط في تعلم على ار جي اس. بدخل على هذا المقال، بنزل الاسفل قليلا، في عندنا ملاحظات هاي مهم قراءتها كما ذكرت قبل البدء في ترجمة او قراءة معاني الادوات. في عندنا مثلا كلمة معلم او ميزة اللي هي الفيتشرز المقصود فيها. مثلا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر معلم جغرافي او ميزة جغرافية، او بالانجليزي فيتشرز. اذا كلمة معلم مقابلها فيتشرز. ايضا فئة الميزة اللي هي الفيتشر كلاس، فئة الميزة المقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية، والتي تتكون من مجموعة من المعالم. ايضا اذا كانت الطبقة لوحدها بتكون شيب فايل، واذا كانت داخل قاعدة البيانات فيتشر كلاس. المقصود بكلمة السمة او السمات اللي هي جدول البيانات الاتربيوت تيبل للمعالم والظواهر الجغرافية. وكلمة النقطية مقصود فيها البيانات الراستر، يعني الراستر داتا
الصور الجوية والاستشعار عن بعد وطبقات السطح السيرفيس بالإضافة لطبقات التي اي ان وخرائط الدم والسلوب وغيرها من هذه البيانات اللي هي النقطية. أما البيانات المتجهة اللي هي الفيكتور داتا بتتمثل على شكل نقطة أو خط أو مضلع. أيضا جميع البيانات المضيوفة عندنا في جدول المحتويات اللي هو التيبل اوف كونتنت اللي بتكون موجودة هون، أي طبقة احنا بنستدعيها اسمها طبقة أو لاير. إذا أنا بعد ما فهمت معاني هدول الكلمات الأساسية بقدر إني أفهم الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية لفهم جميع الأدوات. أما بالنسبة للأدوات برجع على الارك ماب، بروح على أي أداة أنا بدي إياها داخل هذا الصندوق، مثلا عين آخر أداة بضغط عليها، عندنا طبعا شرح باللغة الإنجليزية، وللتسهيل أكثر أنا بقوم بنسخ اسم الأداة كنترول سي، وثم على أيقونة البحث بكتب أو بلصق الاسم اللي بدي إياه لأي أداة، بضغط انتر بيظهر عندي أكثر من خيار، لكن الخيار اللي بدي إياه موجود عندنا أول خيار هو المطلوب اللي هي أداة خاصة بفترة تعقب للخط، بضغط عليها بفتح عندي طبعا التنقل السريع لجميع المدخلات وأيضا مسار الوصول لهاي الأداة وصورة عن هاي الأداة والوصف. بقوم بقراءة الوصف لفهم ما المقصود بهاي الأداة. طبعا هاي الأداة بتكون بحساب القيم التي يتم حسابها من الفرق بين المعالم الجغرافية والميزات الخاصة في المسار، وأيضا يمكن إضافة حقول جديدة إلى الفئة يعني الفيتشر كلاس لحساب المسافة والمدة والسرعة والمسار، لأنه هاي الأداة خاصة باللاين. فمن خلال قراءة أنا هيك فهمت كيف أستخدم هاي الأداة وكيف بقدر أستفيد منها. كذلك في عنا أكثر من معامل وأكثر من مدخل موجود عنا، مثلا أنا بدي أكون بفهم شو المقصود بالمعامل التايم فيلد اللي هو رقمه 3، هي 1 و2 و3، بروح على المقال بروح على المعامل رقم 3 اللي هو حقل الوقت، بقوم بالقراءة عنه. فأنا هيك فهمت كيف أستفيد من هذا الموقع لفهم كل إشي بتعلق بأي أداة داخل أوركتل بوكس. وأيضا أي استفسار عن أي مدخل ومعامل بنزل على أسفل هذا المقال في عنا قسم التعليقات، بقوم بكتابة أي تعليق ومن ثم نشر وسيتم الرد. أيضا أعزائي المشاهدين قبل الانتهاء من هذا الدرس بقدر أنا أستفيد من هذا الموقع لفهم والاستعلام عن أي أداة موجودة داخل أوركتل بوكس. مثلا لو رحت على صندوق أدوات التحرير الإديتينج تولز ورحت على أداة السناب مثلا شو المقصود فيها، فقط أنا بقوم بنسخ الاسم اسم الأداة أو كتابة اسم الأداة، هاي بنقوم بكتابتها سناب، بيظهر عندنا أكثر من مقال، بضغط على المقال المطلوب. هاي في عندنا هاي الأداة السناب موجودة مع أكثر من أداة، بدخل على هذا المقال المطلوب من خلال التنقل السريع موجود عندي جميع الأدوات. هاي في عندنا أداة أداتين وهي الأداة الثالثة اللي هي المطلوبة السناب. إذا أنا بدي مثلا أداة سناب بضغط عليها أو هاي الأداة، وبنفس الطريق لما أستعلم عن أي أداة داخل أوركتل بوكس، مثلا أنا بدي السناب بضغط عليها بنقل عليها مباشرة في عندنا صورة عن هاي الأداة ومسار الوصول لإلها وكذلك وصفها. طبعا هاي الأداة مجرد ما أقرأ عن وصفها بيتم نقل النقاط أو الرؤوس اللي هي الفيرتكس. إذا أنا بدي أقوم بالتحريك نقاط أو رؤوس أي شكل أو أي معلم، مثلا عندي طبقة قطع أراضي بدي أقوم بالتحريك هدول الرؤوس القطع الأراضي بشكل أنا بدي إياه وبحدده، بقوم بقراءة جميع معاملات هاي الأداة للفهم وتسهيل الاستخدام. أيضا صورة الأداة بتوصل لنا أيضا فكرة كيف أستخدم هاي الأداة. وأيضا أي استفسار عن هاي الأداة أو أي أداة أنا بدي إياه ومش فاهم فيها إشي أو عندي استفسار معين، على قسم التعليقات بقوم بكتابة أي تعليق وراح يتم الرد. إذا أعزائي المشاهدين من خلال موقع JS4W أنا فهمت كيف أفهم وصف وشرح أي أداة موجودة داخل أوركتل بوكس، وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.